رمضان خلص بقى وما عادش غير يومين، والعيد داخل والعيد فرحه ما وكده بقى يعني، وعيديه وكحك وبسكوت وافراح، والناس اللي عرفوا يشقطوا في رمضان دوت والتراويح، وفضلوا رايحين جايين وخربين الدنيا لحد ما عرفوا يشقطوا ولاد المحظوظه، وانت قاعده كده اهوت ولا عرفت تشقط واحد ولا نعرف نفرح بيك، وخليك انت قاعده دايره كده اهوت بقى، والبت تنزل وتقول لك ايه انا فرحي في العيد بقى تالت يوم، ما تتاخريش بقى تاخريش، عارفه الولد اللي كان هو ده، ما تاخريش بقى يعني، بصي بقى وانت قاعده بقى مفروسه يا عيني وبتاكلي وبتغلي، حرام حرام. انت بقى كل اللي عليكي رمضان الجاي بقى تظبطي بقى التشطيب والمحاره بقى، وتظبطي الدنيا كده عشان بقى ايه نفرح بيكي بقى، وانت بقى تزليها بقى، ممكن بقى لعل وعسى بقى الخطوبه بتاعتها ما تكملش بقى، ابو الولاد يموت، ام البت تموت من العين بتاعتك بقى. طبعا طبعا، ما انت زمانك دلوقتي بقى امك بتقول لك يا بايره، ما انا قعدت اقول لك من اول رمضان اخرجي روحي صلي التراويح، وانت ما تسمعيش كلامي، وانت ما تسمعيش كلامي، والبت هي تزلك وتقول لك انا اتخطبت وتعرف فتحتي، وانت تقول بجد انا فتحت لك، وتقوم منزله لها بقى منشور بقى على الفيسبوك بقى، والف مبروك يا حبيبه قلبي، ما كنتش مصدقه انك هتتخطبي والله، وانت بقى يعني مفروسه يا باير هتدير والله، خلاص هنشوف رمضان الجاي تعمل ايه، ممكن ولا اقول لك ممكن تروح الفرح بتاعها بقى وتشقط انت عريس من هنا، بس برضك هي بقى كده عامله احتياطاتها بقى، ومش هتعزمك بقى، ممكن ايه تعمل خطوبه على المشي كده عشان ايه تبقى هي اللي عرفت تطلع من رمضان ده، هي الوحيده المخطوبه، وتقعد تفرح فيكي بقى، تقول لي رحت مع خطيب وخطيبي جاب له وخطيبه عمل، وانت كده اقعدي اغسلي المواعين، وخدي على قفاكي بقى من اخواتك، خدي على قفاكي من اخواتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.